السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وباحسن صحه وعافيه. ومرحبا بكم معايا من جديد بالقناه، دائما معكم ليلى. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض عجينه خاصه بحلويات اللوز، بما فيهم الكعب الغزال، كذلك الكحك او الدمليج، كذلك اي شكل اخر اللي كيتطلب يتغلف بالعجينه. فهاد العجينه اللي غادي نعطيكم كتكون خاصه بهاد الانواع ديال الحلويات اللي كتجي رائعه رائعه بزاف بزاف. كيجي واحد اللون ديالها زوين بزاف وكتعطيكم الطوع حتى في الخدمه ديالها. فغادي نعطيكم الكميه ديال كيلوغرام ديال الطحين، ممكن تقسموا المكونات على حسب الكميه اللي بغيتوا ديروا ديال هاد العجينه. فبالنسبه للعجين غادي عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، عندي رشه من الملح، 4 معالق كبار من الزيت، زيت نباتي، 250 غرام ديال الزبده، بطبيعه الحال تكون نوعيه جيده اي الزبده الخاصه بالاكل، ومن الافضل تكون بحراره المطبخ يعني تكون لينه على هذا الشكل. غادي نحتاجو كذلك 4 ملاعق كبار من العسل، ممكن تعوضوه بالسكر كلاصي، غير العسل كيعطي واحد اللون اللي هو ذهبي في هذا العجين او حتى في الحلويات ديالنا ملي كنطيبوهم، كيعطي واحد اللون زوين وكتجي كذلك الحلوه مقرمشه وفي نفس الوقت رطبه. فهادو هما المكونات كيف كتشوفوا، بساط جدا جدا. غادي ندوزو لطريقه العجن ديال هذا الخليط. فاول مرحله كنديروها وهي كناخذوا الدقيق وكناخذوا معاه الزبده، كنرملوا هذه الزبده مع الدقيق حتى يعني كتخدم مزيان مزيان مع الدقيق وكيصبح لنا هذا الخليط كامل مرمل، يعني حتى كيبان لينا بانه الدقيق ولا اللون ديالو ذهبي ما كيبقاش ابيض. فدائما نخدمو غير بالاطراف بالاصابع ديالنا ونعركو هاد الزبده مزيان مع هاد الدقيق. هاد العجين يعني تقريبا هي المعتمده عندي، كنخدم بعض المرات بعجين اخر، لكن هادي صدقوني ملي كنخدم بها يعني كنرتاح حتى في الخدمه مع هاد العجينه، كتجي كتعطي الطوع انك تخدمي بها وفي نفس الوقت يعني كتخرج الحلوه ديالها زوينه بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا كيصبح لينا الخليط على هذا الشكل. ونزيدو مازال نخدموها لانه كتحتاج مزيان انها هاد الزبده تلبس مع هاد الدقيق. فوالا كيف كتشوفوا كيصبح لينا الدقيق على هاد الشكل، يعني كيولي مرمل. نسيت ما قلت لكمش بان غادي نحتاج لكاس عنبه عامر مزيان ديال ما زهر، الكل يعني الكل نص كيلو، فنص كيلو ديال الدقيق كنحتاجو له كاس عنبه، كيلو ديال الدقيق كنحتاجو له نص جوج كيسان ديال العنبه ديال ما زهر او كاس ونصف، والباقي كنكملو بالماء عادي يعني الماء البارد الا ما تجمعت لناش العجين. فغادي نضيف الزيت وغادي نضيف العسل، من الافضل يكون نوعيه جيده يعني ما يكونش داك العسل ديال البواطه. فكيف قلت لكم غادي نضيف 4 ديال المعالق صافي. دابا غادي نعاود نخلط هاد المكونات مع بعضهم مره اخرى. وغدا نبدا كنجمع بالماء الزهر، ولا احتاجيت اكثر فكنضيف فقط الماء البارد ما كنضيفش مازال الماء الزهر. بسم الله. فانا غادي نجمع العجين وغادي نوضعها في الطاوله العمل لانه خصها تدلك مزيان، وبالنسبه للعجين فما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون رطبه يعني بين وبين، لانه العجين مازال كتزيد ترتاح، فملي كترتاح هي كتطلق راسها براسها.
نحاول هكذا نجمع العجين، ولا احتاجت مازال انني نضيف ليها الماء فكنضيف ليها الماء البارد. دابا من بعد ما جمعت العجين دابا خصنا ندلكوها واحد شويه، يعني خصها ضروري انها تدلك. فالعجين خصها تكون في هذا القوام، ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه بزاف بحيث اننا ما نقدروش نقيسوها. فاهم حاجه هي ندلكوها مزيان، وللاسف العجينه ما كتنفعش في هذه المواقف، لانه العجينه ملي كتكون في هذا القوام ما غاديش تعجن لينا مزيان في العجينه. فدائما كنرجعوا للاصل وهو اليدين. دائما نعطيوها الخدمه مزيان على هذا الشكل حتى كتعجن مزيان وكيصبح القوام ديالها لين. اذا كيف كتشوفوا كتصبح لينا العجينه على هذا الشكل. هانتوما كيف كتشوفوا القوام ديالها كيف داير، فكنشكلوها على شكل كويرات. صافي، وكنديروها على جنب وكنوضعوها في بلاستيك غذائي وكنخليوها ترتاح. اقل حاجه هي ترتاح في الثلاجه مده ديال لا تقل عن 3 ديال السوايع. ومن الافضل اننا الا بغينا نخدموا الحلوه ديال اللوز نصايبوا العجينه قبل بليله ونخليوها كترتاح في الثلاجه ليله كامله، هكذا كتكون احسن يعني حتى العجينه كتطلق مزيان. فمن الافضل قسموهم هكذا كويرات صغار للجهد اللي غادي نقدروا نطلقوا فيه العجينه. صافي، كناخذ بلاستيك غذائي اولا كندير كل وحده في السلوفان. انا كناخذ غير بلاستيك غذائي على هذا الشكل وكنوضعهم جنب بعضياتهم بحال هكذا. صافي، وغادي ندخلها الثلاجه حتى الوقت اللي غادي نحتاج انني نخدم بها. فبالنسبه للعجين كتبقى لينا حتى المده ديال الاسبوع في الثلاجه، ما كيجرى لها حتى شي حاجه، ما كيتبدل ليها لا قوام لا لون لا ريحه لا حتى شي حاجه، ما كيجرى لها والو. فغادي ندخلها الثلاجه وان شاء الله غادي نشكل معكم اشكال مختلفه ومتعدده من حلويات اللوز. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون على الاستحسان ديالكم وعجبكم. فلعجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو ما بين اهل والاصدقاء ديالكم، كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن انتم مازال ما اشتركتوش بالقناه تشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.